الشيء الثاني الفهم الواسع. الحقيقة من مشكلتنا نحن الشيعة بصورة خاصة والمسلمين بصورة عامة فهمنا غير واسع. لا فهمنا للحياة الحاضرة واسع، ولا فهمنا للحياة الغابرة، ولا فهمنا للحياة المستقبلة. الفهم يعني أن تفهم ما أنت فيه، وأن تفهم من قبلك، وأن تفهم ما بعدك. الآن أكو في الغرب مدارس، هذه المدارس تسمى بالمدارس المستقبلية، يعني ينظرون هذه المدارس حسب الموازين بعد 100 سنة ماذا يكون، في سنة 2000 ماذا يكون، فيخططون الآن لعلاجه. هذا شيء طبيعي ومعقول. زوجتي حامل وبعد 15 أشهر تلد، ماذا يجب أن أصنع أنا؟ يجب أن أوفر كمية من المال لحفظ الولد، للولادة في مستشفى الولادة مثلا، للدفع، للمثلا كذا. نظرية مستقبلية، لكن أنا نظريتي المستقبلية التي مثلناها في أطار الزوجة والأولاد والدار الذي نجمع المال لأجل بنائها، ولأجل مثلا أفرض الزواج الذي نترقب الزواج أو ما أشبه، أو نحفظ الأشعار لأجل محرم مثلا أو الخطب وما أشبه. في الغرب الآن أكو مدارس مستقبلية تنظر إلى 1000 سنة، ولهذا يتحكمون أي مستقبل يتحكمون عليها. المشكلة الثانية التي نحن بحاجة إلى حلها في سبيل التضحية، أن نفهم الحياة المعاصرة ونفهم الحياة الغابرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لولده الحسن كلمة، مضمون الكلمة جدا كلمة رائعة. الإمام قال: انظر إلى ما سبق، ما يأتي مثل ما سبق، وإنما الصيغ متغيرة. كلمتي هذه إنما الصيغ متغيرة، الصيغ متغيرة.